عنها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بل يرتفع المقام فوق ذلك بعد حفظ حرمة الدماء والأموال والأعراض، نأتي إلى وفاء وبر وإحسان بواسطة الخشية. خرج سيدنا الصديق أيام تولى الخلافة، وإذا به يسمع بنتا في البيت تقول لأهلها: من يحلب لنا منايحنا الآن بعدما شغل أبو بكر بالخلافة؟ فلما سمعها رفع صوته، قال: أما إني أرجو أن لا يشغلني هذا الأمر الذي دخلت فيه عن خير كنت عليه، أنا أحلب لكم منائحكم. فكان أيام خلافته يذهب بنفسه ويقول: من يريدني أحلب له؟ فيمر على أهل الحي، ومن أراد الحلب حلب لهم بيده الكريمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، إنه تربية سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم تزل هكذا مكارم الأخلاق الواضحة في ذلك الأدب الذي يقول فيه كما روينا في صحيح الإمام البخاري: ارغبوا محمدا في آل بيته، ارغبوا محمدا في آل بيته. وكان يقول: لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي عليه رضوان الله. وكان يقول: لإسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قحافة. وما ذاك؟ قال: لأنه أحب إلى قلب رسول الله، وهو الذي جاء بأبيه أبي قحافة عام الفتح في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام من رمضان في السنة الثامنة، أمسك بيد أبي وهو شايب حتى أدخله على النبي في المسجد. فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال: لو تركت الشيخ مكانه فأتيه أنا. قال: أنا أتيه بنفسي. خلق كريم ومسلك فخيم عظيم. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يأتي إليك. فجلس ومسح النبي على صدره ودعاه إلى الإسلام فأسلم. فهنأ رسول الله أبا بكر بإسلام أبيه، هنأ أبا بكر بإسلام أبيه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كان يقول هذا المقال، وهو الذي إذا ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على منبره تحدر الدموع حتى يقف في الخطبة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويقف في الدرجة التي دون الدرجة التي يقف عليها رسول الله على المنبر أدبا معه، وقد فارق صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا. ولم تزل أيها الأحباب هذه المظاهر الكريمة لمعاني هذا البر والوفاء فتروي لنا سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب فكان يدعوها يا ابنة الأكرمين، كلما ناداها قال: يا ابنة الأكرمين. خرج في إحدى الليالي على عادته يترقب المدينة وما حواليها ويراعي حال الرعية، وإذا به يرى خيمة نصبت لم تكن في الليلة الماضية، فدنا من الخيمة، فإذا به يسمع أنين توجع في الخيمة، فزاد همه ونادى: من بالخيمة؟ فخرج إليه رجل يقول: من أنت؟ ما جاء بك هنا؟ ما رأيت هذه الخيمة بالبارح. قال: أنا ساكن في البادية وقد أضرت بي الأيام، فجيت أقرب من المدينة ليصلنا رفد عمر. قال: ما لي أسمع أنينا في خيمتك؟ قال: مر في طريقك هذا، لم يكن يعرفه. قال: مر في طريقك، ما عليك من هذا؟ قال: كيف أمر في طريقي؟ ما الأنين الذي في خيمتك؟ قال: يا هذا، هذه زوجتي أوشكت على الولادة، فهي تئن من آلام الوضع. قال: عندك أحد يساعدها من النساء؟ قال: لا. قال: مكانك حتى آتيك بطعام وآتيك بمن يساعد ويولد زوجتك. فعاد إلى بيته: يا ابنة الأكرمين، يقول لسيدتنا أم كلثوم: يا ابنة الأكرمين،
هل لك في خير ساقه الله تعالى؟ قالت وما ذاك؟ قال امرأة فقيرة ضعيفة حوالي المدينة تضع ولدها ليس عندها من ينسها ولا من يساعدها. قالت أحب أن أتولى ذاك بنفسي. قال فقومي. فقامت قال أعدي ما تحتاجه المرأة. ودخل هو يعد القدرة والدقيقة والسمنة ليطبخ لهم، ومشى معها، حمل على رأسه هذه الأدوات وما فيها، ومشت معه أم كلثوم. فجاءوا قال أخرج إلي، ودع المرأة تدخل عند المرأة حتى تتولى توليدها. فخرج إليه قال ناولني هذا الحجر وهذا الحجر، وأوقد النار ووضع الطستة ووضع الماء ووضع الدقيقة، وأخذ يكمل الطبخة لهم. وحينما كاد أن ينضج خرجت أم كلثوم تقول يا أمير المؤمنين بشر الرجل أنه قد ولد له ولد وهو بعافية وأمه بعافية وجاء له ابن. هذا سمع يا أمير المؤمنين فاهتز وتأخر إلى وراءه. ضحك سيدنا عمر قال اقرب اقرب مكانك، إني عمر وإن هذه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. امتلأ الرجل ودمعت عيناه، قال بنت بيت النبوة تولد زوجتي وعمر يطبخ طعامي، لولا الخشية ما فعل عمر هذا، لولا الخشية ما خرج عمر إلى هذا. لكنها المعرفة بالله تدعو الإنسان كيف يتطلع إلى الدرجات العلى عند الرب ويبذل غاية ما في وسعه. وعجبوا قال له فمكانك وسأواسيك وما احتجت فاتي إلى عندنا. وخرج مع زوجته أم كلثوم، فدخل قال أتدري من ولدك يا زوجتي؟ جينا من البادية وولدتك بنت فاطمة، بنت فاطمة بنت محمد بيت النبوة. قال هذه أم كلثوم. فازدادوا إيمانا إلى إيمانه، وازدادوا محبة لله ورسوله من هذه التصرفات والأخلاق التي أخذت من حضرة النبوة. ألا لله الحمد على ما أبقى فينا من تلك الذكريات. وكم نحن والأمة بحاجة إلى أن ندرك معاني هذه الخشية ونأخذها لنهتدي لنقتدي ليصلح ظاهرنا وباطننا، لتستقيم الصلات الحسنة بين الأفراد والجماعات، بين الشعوب والحكام، بين الصغار والكبار، على بعد عما تمليه النفوس الأمارة والأهواء، وعلى معالجة للقضايا بدواء الوحي الرباني وسنة المصطفى العدناني صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله أن يفتح للأمة بابا في الرجوع الحسن للاقتداء بهذه السنن واتباع جد الحسين والحسن. يا ربي بارك في هذه الدروس وزكي بها النفوس، وزد الشيخ عبد اللطيف صحة وعافية وطول عمر في طاعتك وبركة فيما يقوم به وينفع. اللهم وبارك في القائمين معه من العلماء والمتعلمين والمحبين وأهل الخير، وبارك في هذه البلدة وأهليها، واشفي رئيس هذه الجمهورية وخذ بيده إلى كل ما فيه الصلاح وزيادة الإصلاح والنفع للقريب والبعيد ودفع الشر وأهل الشر. اللهم كلهم فيما بطن وظهر، اللهم ادفع عنا وعنهم جميع الآفات والكدر. اللهم اجعل هذه البلدان آمنة مطمئنة وبلاد أهل الإسلام والإيمان، وبارك في هذه الدروس بركة تحيي فيها من طمس ومن درس من آثار من زكيت نفوسهم ورفعت عندك قدرهم. اللهم لا نستبدل بهؤلاء الأكابر أخبار وأخلاق ساقطين ممن لم تنظر إليهم ولم تحبهم. اللهم أعذنا من سوء هذا الاستبدال، وأصلح لنا وللأمة كل حال، وارزقنا التعامل بهذا المنهج السام الرفيع، وشفع فينا نبيك الشفيع، وزدنا من الخير ما أنت أهله يا قريب يا سميع،
فرج كروب الأمة أجمعين. اللهم واجعل لنا في أيام العشر الأواخر من رمضان ارتقاء إلى التحقق بأعلى مراتب حقائق الإسلام والإيمان والإحسان ونيل الحظ من العرفان. إلهنا واكس كل منا حلة من خشيتك ومحبتك ورجائك وخوفك، نحيا عليها ونموت عليها ونحشر مع خواص أهل تلك الخلع العلية الجليلة العظيمة السنية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.